اطلب الاسعاف بسرعه، اطلب الاسعاف. ربنا كتب لك عمر جديد. الحمد لله على السلامة. أنا الدكتور يحيى راشد النائب الإداري. أهلا وسهلا يا دكتور. الأمانة بلغتنا إن في نبطشية الليل في عجز في التمريض. عجز؟ لا إحنا شايلين المكان ومحدش مقصر والله. طب عايز دفتر الأحوال أبص بص، وفي حالة عايز أفحصها. إزيك يا شريف؟ كده برضه يحيى؟ كده برضه متصلش عليا كل ده؟ وحشني ازيك؟ انت كمان وحشتنا يا شريف. انت فين يا يحيى؟ متصلش عليا ليه؟ ازيك وزي النهارده؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ متصلش عليا ليه؟ معلش عندك حق، بس انت عارف بقى الحياه صعبه. انا سمعت انك هتخرج قريب. انا مش هخرج ابدا يا يحيى. تخرج ازاي؟ انت مجنون. هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ابتلاء. نقول الحمد لله والحمد لله. الحمد لله. اه كويس، ادينا بنخلص اللي علينا في الدنيا عشان نطلع فوق واحنا نضاف. بس انت ايه اللي خلاك تقول انك مش هتخرج من هنا يا شريف؟ وحصل حاجه؟ معلش حبيبي استاذنك بس اخطف المغرب. استاذنك يا وحشني والله. ازيك وزي ربنا؟ شوفني برضه الكلام. وحشني يا حبيبي والله. اوعى تنام يا يحيى. ايه اللي خلاك تقول كده يا شريف؟ قلت ايه؟ اوعى تنام يا يحيى. يا حيا انا مالي 20 يوم ما نمتش. ما تحرقش يا يحيى، ما تحرقش. بيجي لي وانا نايم وبيجي لي وانا صاحي، بيسألني في حالي، بيقعد فترة طويلة بعيد عني. وبابا بابا كويس، وبعدين بيظهر فجأة بيقلبك.